يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في بعض الكتب لبعض من ينتسب إلى الدعوة كلاما وهو يقول عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان على دين قومه من عبادة الأوثان وعبادة الكواكب. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم، يقول فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. إبراهيم على الحنيفية، على الملة، والله جل وعلا هداه، وإنما قال لقومه هذا ربي هذا ربي من باب المناظرة، لأنهم يعبدون الكواكب. قال للنجم هذا ربي، وقال للقمر هذا ربي، الشمس قال هذا ربي، من باب المناظرة لهم، وبيانا هذه مخلوقات وليست أربابا. نعم.